هي هيلا 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 يا شهيد يا رمز ثورتنا الأبي يا مشعل الفجر الجديد يا شمس كل العربي قسما بربك يا شهيد يا رمز ثورتنا الأبي يا مشعل الفجر الجديد يا شمس كل مشاهدينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهر مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج مواقف وبطولات، والذي يسلط الضوء على أبرز المواقف البطولية التي سطرها شهداء وجرحى الجيش الوطني في مواقع العزة والكرامة. فأهلا ومرحبا بكم. يا عربي إني سأبقى ثائرا إما الرداء أو مطلبي، هذه الحروف تسعرت نحو العدا كالشهوب. كان عاملا في إحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية، لكنه حين رأى وطنه يغرق في وحل الميليشيا الحوثية الإنقلابية هب لنجدته. البطل وديع السفياني من أبناء مديرية جبل حبش محافظة تعز لم يلهه نجاحه وتميزه في عمله بالمملكة العربية السعودية عن الاهتمام بمشاكل بلده اليمن، فما إن وطأت أقدام الميليشيا الإنقلابية الحوثية العاصمة صنعاء حتى قرر البطل ترك عمله ليلتحق بالأحرار لقتال تلك الميليشيا الإنقلابية. قبل الإصابة كانت الهواية التجارية طبعاً، وخرجت المملكة العربية السعودية وكنت مبدع يعني في شركة، اشتغلت في شركة السنيد اللوازم الرحلات، اشتغلت كعشير ثم ارتقيت إلى مشرف خدمة عملاء ثم إلى مشرف صالة إلى مشرف مستودعات. كنت ناجح في عملي جدا يعني، وحققنا الكثير من النجاحات هناك في المملكة، وحتى صاحب الشركة يعني عندما خرجت منه فهو زعل ليش خرجت من عندها، لكني فضلت أني أخرج ليجاهد وأقاتل ضد الحوثيين أفضل من أي عمل آخر. تلبية لنداء الواجب الوطني توجه البطل السفياني إلى مسقط رأسه تعز الحالمة، وهناك خلد وزملائه تاريخا ونصرا مبينا، إذ تمكنوا من دحر الميليشيا الإنقلابية وهزيمتها خلال أسبوع فقط من جبهة العنين بجبل حبشي، ثم توجه الأبطال نحو جبهة وادي الضباب لتحريرها من براثن الميليشيا الإنقلابية. بالهمة العالية والعزيمة التي لا تلين تمكن الأبطال من تحرير خط الضباب الذي يعد الشريان الرئيسي لإمداد الأحرار بمحافظة تعز الأبية. هناك وفي تلك الجبهة تربص بالبطل السفياني لغم غادر فقد على إثره ساقه الأيمن، وفي موقف جسد معنى الفداء فقد رفض البطل السفياني إسعافه أثناء إصابته آمرا زملائه بالتقدم. وبعد أن استولى الأبطال على التباب ودحروا الميليشيا الإنقلابية عادوا ليسعفوه، موقف ليس غريبا من شاب تخلى عن روحه الطاهرة ليحيى الوطن. وعلى الرغم من فقده لإحدى ساقيه إلا أن البطل السفياني لم يتخلى عن مواصلة طموحه وأحلامه، فالإعاقة ليست مانعا من مواصلة الحياة كما يقول البطل السفياني، بل اعتبرها دافع لنجاحه. وايضا لي مجال وهواية في البرمجة الذي انا قطعت فيه بالحين شوط كبير يعني في التعلم فيه بالذات قواعد البيانات وراكل نقل، انه اصبح مبرمج محترف في هذا المجال. وايضا هذا الشيء اصلا عملي اصلا، فلذلك كان هواية الحاسوب من قبل ان اصيب وما زال هواية الحاسوب، فهي لا علاقة لها في الاعاقة ولا انتعاقنا امام الاعاقة ولا هذا الشيء، بس زادتنا عزيمة انها جابت لي نوع من الرسوخ يعني، فكان التعقل دائما للخروج للتشعب في الكثير من المواهب، لكن عاقتي جعلتنا نحدد هذا الاتجاه تحديد حقيقي حتى ابدع فيه، لانه
عندما يعاق واحد يكون أكثر صبرا بالعمل الإداري، أكثر قعودا، أكثر أقل تنقلا. البطل عماد السفياني الشقيق وديع هو الآخر ترك عمله بمحافظة صنعاء والتحق بالأحرار ليقارع الميليشيا الإنقلابية. توجه البطل عماد نحو محافظة الجوف، وهناك سطر وزملاؤه ملاحم بطولية، وحين أيقن باستشهاده على خلفية رؤيا رآها في المنام أوصى البطل بربع راتبه للفقراء والمساكين، كرم قال عنه زملاء وأخ الشهيد يستحيل نسيانه. ذاك هو صنيع النبلاء يجدون أحياء وأمواتا. فحين جاد البطل عماد بروحه الطاهرة ثمنا لحياة شعب عز عليه أن يرحل عن الدنيا دون أن يترك أثرا يخلد ذكراه، جود سيظل يزرع ابتسامة على محيا الفقراء ووجوه المساكين على الدوام. نعم، مات البطل وبقيت مكارمه حاضرة، وتلك صفات الخالدين. تسعرت نحو العزاء كالشهب قسما قسما بربك يا شهيد يا رمز ثورتنا الأبي. مشاهدين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نلتقي هنا في مجمع النصر لسكن الجرحى في محافظة مأرب الجريح وديع السفياني الذي جاد بقدمه وهو يخوض معارك التحرير ضد الميليشيا الإنقلابية الإيرانية في مواقع العزة والكرامة، وتحديدا في جبهة نيم شرق العاصمة صنعاء. أولا، الجريح وديع السفياني، هل لك أن تحدثنا والسادة المشاهدين من هو وديع السفياني؟ أهلا ومرحبا، أنا وديع السفياني أحد الجرحى المعاقين الذين عوقوا في نتيجة الحرب هذه ضد الميليشيات الحوثية العدوانية. طبعا شاركت بعدة جبهات من ضمنها جبهة نهم، وشاركت في جبهة نهم فترة من الفترات استمرنا يمكن إلى 3 أسابيع، ثم بعد ذلك بعد أن سحبنا من جبهة نهم نزلنا إلى تعز تعززا لجبهة تعز ولإخواننا في تعز. شاركت في جبهة تعز في جبهة العنين في منطقة جبل حبشين، دحرنا الحوثيين منها، استمرنا في ذلك لمدة أسبوع. تم دحر الحوثي بالنجاح في هذه الفترة وفي أقل تكلفة وأكثر خسارة لهم. ثم انتقلنا إلى جبهة وادي الضباب وفتحنا خط الضباب فيها، شاركنا في وادي الضباب لمدة 3 أسابيع. أثناء مشاركتنا تم فتح خط الضباب بأقل الخسائر، وكانت يعني كانت تلك المهمة منفذة بنجاح وبخسارة الحوثيين، وتم تحققها بنجاح والحمد لله. وأنتم تخوضون معارك التحرير في الحالمة تعز لتحريرها من براثن تلك الميليشيا الإنقلابية الإيرانية، كما استمريتم في مشاركة الأبطال في تلك الجبهة؟ طبعا مشاركتنا كانت فترة بسيطة لكنها أكثر نجاحا وأكثر تحقيقا كانت، يعني شاركنا لمدة أسبوع فقط في جبل العنين، وتم دحر الحوثيين خلال أسبوع واحد فقط، دحر الحوثيين وعادوا إلى أماكنهم متراجعين خائبين فاشلين. ثم بعد ذلك نزلنا بعد أن نفذنا مهمتنا في جبال العنين، نزلنا إلى وادي الضباب، فشاركنا في وادي الضباب بنجاح وتقدمنا بنجاح، وكانت وتحققنا النجاح خلال يومين فقط، حررنا منطقة الضباب بالكامل تقريبا إلى خلال يومين، الذي خط الضباب ما فيها التبة الحمراء إلى تبة الخزان والجبل الأسود وجبال الهان والتبة السوداء وتباب العنين. يعني تأخرت تبة العنين طبعا التباب تأخرت معنا تبة واحدة فقط الذي تأخرت إلى يوم ثانية وثالثة، لكنها كانت بأقل تكلفة وأكثر نجاح وأكثر شعور، وعاد فيها خط الضباب الذي كان يعتبر المنفذ المغلق الوحيد لمدينة تعز، وهو الآن فعال، وكان يعتبر من أحد المنجزات التي أنجزناها أننا فتحنا هذا الخط الذي يمول تعز اقتصاديا وغذائيا وتموينيا، وكان هو المنفذ الذي ما زال حتى الآن، وكان يعتبر من
أهم النجاحات لمدينة تعز هو فتح خط الضباب. الأخ وديع السفياني، أبرز تلك المواقف البطولية التي ما تزال خالدة في ذهنك وأنتم تخوضون معارك التحرير ضد الميليشيا الإنقلابية في محافظة تعز؟ طبعا أبرز مواقف أنه أثناء ما جرحوا، يعني أصعب موقف كان، وبالنسبة للصعوبات أصعب موقف عندما تقدمنا إلى التبة الحمراء ودهس أحد زملائي لغم، ورغم أني وصلت أنا سابقا قبله إلا أني انسحبت لغرض التقدم للأسفل، فكان أصعب موقف أني لما أبعد عنه حوالي مترين أو 3 أمتار ثم دهس اللغم وأصيبه هو زميلي مع زميل الآخر 2 زملائي. استمرنا طبعا في هذه اليوم وأخذنا زميلنا ونزلناه إلى السيارة هو وزميلنا الآخر، ثم عدنا إلى التبة، وكان أفضل المواقف أنه لم تتقهقر زملائنا، يعني رغم زميلنا الذي دعس اللغم وزميلنا الآخر الذي أصيب في عينه نتيجة اللغم، أن نزلناهم إلى السيارة ثم عدنا لنحرر التبة الأخرى طبيعي في كل معنوية عالية، فكانت يعني موقف حلو جدا. وأفضل الموقف يعني حصلته أنني كنت أثناء قبل أن ندعس اللغم كنت ماشي أنا واحد زملائي إلى حوالي 3 أمتار، ثم انفصلنا عن بعض ونكلمه وقول له أذهب بعيدا حتى إن طاح أحدنا يبقى الآخر، ف3 متر يعني مشيت كذا عنه، سبحان الله دعست اللغم الآخر بعد أن عدنا ونزلنا زميلنا وكل شيء، والحوثيين تحتنا تمام، كنا بالقرب منهم، كان باستطاعتهم أن يقاتلون ويدافعون عن أنفسهم، لكنهم خائفين، لا هدف لهم، نتيجة أنه لا هدف لهم لن يستطيعون أن يفعلوا شيء، واستمر زملائي بالهجوم بالمهاجمة، وحتى أنا رفضت أن أحد يبقى إلى جانبي، واستمروا إلى التبة الأخرى وتم تحرير تبة الخزان بنجاح. وكان يعني الموقف الحلو فيه بأنهم عندما نزل زملائنا لم يتقهقروا زملائنا وعادوا بمعنوية عالية وانطلقوا إلى التبة الأخرى بمعنوية حلوة وعالية. والموقف الأصعب من كذا أننا أثناء ما دهسنا اللغم كنا قريبين من الحوثيين، إلا أنهم لم يستطيعون، يعني خوفا لن يستطيعون أن يطلقوا النار علينا، واستمروا زملائنا بنجاح وتحققت التبة بنجاح. بعد أن تحررت التبة نفسها عادوا زملائي ليسعفونا بالنهاية يعني، وبعد أن ربطت نفسي بنفسي يعني ومشيت مسافة يعني، وكانت موقف يعني بالنسبة إلي موقف طبيعي يعني، ولن أتأثر في ذلك الموقف. إصابتك كانت هذه في جبهة الخزان ولا فين؟ في ما بين تبة الخزان والتبة الحمراء يعني في محافظة تعز جبهة وادي الضباب. شاركت فينا نهم، تشاركنا في تحرير التبة اللي إلى قرن نهم. شاركت في جبهة نهم بعد أن أصبت في قدمك في محافظة تعز؟ لا، شاركت قبل أن أنزل تعز، أنا في صحتي اشتشيت من زملائي قليلين، لكننا حررنا التبة بنجاح ودحرنا الحوثيين بنجاح، وكان تحقق يعني كبير من الأشياء، يعني كثير من زملائي الذي تقدمنا معهم بنجاح كنا وبأقل خسارة وبأكثر خسارة للحوثيين، وخلفنا إلى ما بعد قرن نهم يعني مسافات هذه الفترة في ظل ظروف كانت قاسية من البرد، كان برد قاسي لأن احنا تحققنا فيه بالليل نتيجة رغم البرد هذه، رغم قساوة البرد كان التحقق ما زال، والنجاح ما زال الخسائر أكثر للحوثيين، وكثير من الحوثيين الذي كانوا يسقطوا والذي كنا نحصلهم أيضا في جبال القرود، الكثير من جثثهم الذي كان نحصلها مترامية والتي تراحت الأطراف بأطرافهم المتفاهدة، فنحن إن فقدنا طرف فنحن قد حصلنا على أطرافهم قبل أن نحصل على جثثهم. الأخ وديع، بفقدانك لإحدى قدميك في جبهات العزة والكرامة وأنت تدود وتخوض دفاعا عن الدين والعرض التي حاولت تلك الميليشيا الإنقلابية أن تنتهكها وتعيد في الأرض الفساد خلال 3 سنوات من إنقلابها على الدولة ومؤسساتها، بفقدانك لقدميك اليمنى هل أثر ذلك على تثبيط معنوياتك في مواصلة مشوار النضال والكفاح؟ بالعكس لم يؤثر، يعني هو كان دافع، يعني أنا بالنسبة لإصابتي تعتبر دافع بالنسبة لي، غيرت حياتي يعني صح أن كان عندي أهداف يعني كنت سائر عليها، لكن بعد أن أصبت غيرت أهدافي وانطلقت انطلاقة كبيرة، وكانت تعتبر يعني بالنسبة لي كانت تعتبر
زادت من همتي، أعطتنا معنوية أعلى بأننا أحقق أهداف أخرى، بأنها كانت أشياء كنت أنا تاركها بحياتي، فجعلتنا هذه الإصابة أنظر إلى هذه الأهداف أنه واجب علي تحقيقها، واجب علي العودة إليها، واجب علي الخطوة فيها وتكرارها. من ضمنها يعني التعليم، يعني فقبل أن أصبت يعني كنت توقفت عند الدبلوم وخلاص، يعني خلت كنت يعني كأني مكتفي في هذه الشهادة يعني والعمل، وانطلق في العمل رغم أننا خرجنا من المملكة العربية السعودية، وكنت اشتغلت أنا في المملكة العربية السعودية لفترة طويلة إلى حال دخول الانقلابيين الحوثيين إلى صنعاء. فعند دخولهم إلى صنعاء اضطررنا إلى الخروج من الغربة، وفضلنا القتال على الغربة وعلى الجبهة، رغم أنه معروف أن الغربة يكون فيها الفلوس، يكون فيها العمل، يكون فيها تمام الراحة، لكننا فضلنا القتال، فضلنا نقاتل الحوثيين الذين فسدوا في هذا الشيء. وهذا الشيء لم يغير هدفي أو مجرأي أو هذا أو أي شيء، فيمتاح للغربة وتيحت للغربة، وعندي فيزا مهيئة مجانية، لكني أرفض الذهاب إلى المملكة العربية السعودية كعمل. وحبيت العمل لأجل زملائي ومع زملائي، وحبيت أن أعمل لأجل زملائي الجرحى والمعاقين، يعني بالذات هذه الفئة، فوقفت عن الذهاب لغربتي وحددت هذا المجال، وقررت بالعكس يعني بعد الإصابة أنني واصل دراستي، واصل مهارتي، أسعد. أما بالنسبة لمشاريعي الشخصية فأنا انطلقت في به يعني ونجحت في به بعد الإصابة، يعني بصراحة كان التوفيق يعني بمثابة تحفيز معنويا لك. تحفيز معنوي أنا قبل الإصابة لأنه أحقق أي هدف، يعني ناجح يعني بشكل 100%، لأن أعتبره لما نحقق أي هدف بقدر ما حققت بعد الإصابة يعني. فبعد الإصابة يعني علمت أشخاص من زملائي في الحاسوب كثير، يعني بالذات في البلاد، علمت في البلاد أشخاص خريجين ثانوية، علمت أطفال أيضا. انتقلت إلى مأرب، علمت أيضا من زملائي العاملين بجانبي، إضافة إلى أني حددت لي أهداف حقيقية، سعيت وراء أهداف، يعني بالعكس حققت يعني أهداف كثيرة، إن من حيث كونت لي مشروع، زي أخذت الباص وأشتغل فيه لن أعجز، يعني استطعت الآن أعمل بعدة مجالات، أعمل في المؤسسة، أعمل في مؤسستي هذه الذي تابع المعاقين لهدف خدمة زملائي وحفظ حقهم، أيضا عندي باص أستطيع أن أعمل عليه في أي وقت، أيضا أشارك مع زملائي في استيراد بضاعات من صنعاء ونوزعها على التجار. الأخ وديع، أبرز المواهب والإبداعات التي تتميز بها ورغم فقدانك اللي قدمك اليمنى. أنا عندي تميز بالنسبة لي، عندي كثير من المواهب، لكن الموهبة الذي أحبها موهبة التصميم، وموهبة يعني في الحاسوب، يعني اتجاهي في الحاسوب، في الكمبيوتر والحاسوب، فلي مواهب في التصاميم كثيرة، صممت كثير من الأشياء، من الأعراس، من اللوحات الإعلامية، لأني اشتغلت أنا في صنعاء أصلاً، اشتغلت مقابل جامعة صنعاء، فصممت الكثير من الدعوات الزفاف، من اللوحات الإعلانية، من صممت الكثير من البروشرات، من المنتجات، من العروضات، شاركت أيضا في إعداد العروضات لمهرجانات أعياد ثورة سبتمبر وأكتوبر للعام 2012 والعام 2010. اشتغلت في وزارة الأوقاف، وكنت بالإدخال والبيانات معركة السجلات، اشتغلت بالجهاز المركزي للإحصاء أيضا، لكن كانت فترتي أطول في وزارة الأوقاف، فاشتغلت فيه لمدة عامين ونصف تقريبا وأكثر. اشتغلت في كثير من الشركات، منها شركة فوريو للدعاية والإعلام، منها مراكز ضمران سنتر، منها كثير من الشركات الذي اشتغلت فيها، والمحلات اشتغلت في المعارض اللي اشتغلت فيها. طبيعي يعني لكن الموهبة الذي موهبتي أنا موهبتي التصميم، وأيضا لي مجال وهواية في البرمجة الذي أنا قطعت فيه بالحين شوط كبير يعني في التعلم فيه، بالذات قواعد البيانات وراكل، نقل أن أصبح مبرمج محترف في هذا المجال. وأيضا هذا الشيء أصلا عملي أصلا، فلذلك كان هوايتي الحاسوب من قبل أن أصيب، وما زال هوايتي الحاسوب، فهي لا علاقة لها في الإعاقة ولا انتعاقنا أمام الإعاقة ولا هذا الشيء، بس زادتنا عزيمة أنها جابت لي نوع من الرسوخ يعني، فكان التعقل دائما للخروج للتشعب في الكثير من المواهب، لكن إعاقتي جعلتنا نحدد هذا الاتجاه
تحديد حقيقي حتى أبدع فيه، لأنه عندما يعاق واحد يكون أكثر صبرا بالعمل الإداري، أكثر قعودا، أكثر أقل تنقلا، رغم أني كثير التنقل يعني لا يعني ذلك أني لا أخرج، لكني أصبحت تنقلي الخارجي أقل يعني، رغم أنه أنا هوايتي كانت الهواية التجارية سابقا قبل الإصابة، كانت هوايتي الهواية التجارية طبعا، وخرجت المملكة العربية السعودية وكنت مبدع يعني في شركتي، اشتغلت في شركة السنيد للوازم الرحلات، اشتغلت كعشير ثم ارتقيت إلى مشرف خدمة عملاء ثم إلى مشرف صالة إلى مشرف مستودعات، إلى كنت ناجح في عملي جدا يعني، وحققنا الكثير من النجاحات هناك في المملكة، وحتى صاحب الشركة يعني عندما خرجت منه فهو زعل ليش خرجت من عندها، لكني أنا فضلت أني أخرج ليجاهد وقاتل ضد الحوثيين أفضل من أي عمل آخر من أي شيء، رغم أنني لما خلال السنتين والنصف لم أتوفق في حج بيت الله الحرام، لكني كانت هدفي أنها في العام 2015 أنني سوف أعود للحج، فنتيجة تأثري مع الحوثيين وهذا قررت أنني أواصل وأنني أجاهد في سبيل الله. وبالنسبة لأنه أجر الحج أعتقد وأجر الجهاد فهو يعني في النهاية أجر في عدة الأشياء. طيب الأخ عماد، الأخ وديع السفياني، ما هي رسالتك لبقية زملائك الجرحى المتواجدون سواء هنا في مجمع النصر أو بقية الوحدات الطبية المختلفة؟ رسالتي لهم أنهم لا يملوا من جروحهم ولا يجعلوا هذه الجروح أو الإعاقات يعني سبب لتذمر أو شيء، بل يجعلوها حافزا لهم وأن يتجهوا اتجاهات يعني وأن يغيروا مسارات وأن يتجهوا وأن شيء، رغم أن زملائي الكثير في من زملائي أيضا صح أنهم معاقين لكنهم يقاتلوا، في عارف من زملائي، عارف زميلي أسامة القيفي، عارف زميل أحد زملائي مبتور الرجل من فوق الركبة، ركب طرف ثم عاد إلى الجبهة وقاتل في جبهة في الجوف في جبهة حام، وأتى قذيفة هاون إلى قدمه وأخذت قدمه الصناعي وأقدامه البقية وجسد البقية سليم الحمد لله، عاد إلى هنا وأخذ طرف صناعي وعاد تعالج وأخذ مقاساته ورجع وعاد للجبهة ثاني مرة. هذا كان يعتبر موقف الحلو يعني الذي ميزنا فيه وجعلنا يعني أحب ذلك الشخص، عاد للجبهة ثاني مرة وشارك أيضا في الجبهة، وللمرة الثالثة يجرح وفقد عينيه أحد عينيه نتيجة طلق ناري، ثم عاد لهنا وسافر لمصر للتعليل العلاج، وعاد من العلاج الحين هو في مارب يذهب للمشاركة ويشارك يعني بمعنويات عالية، فأتمنى من زملائي أن تكون نفس المعنويات هذه، وأيضا في من زملائي الكثير الذين هم مبتورين ومعاقين ومبتورين طرفين ومبتورين طرف الذين يدرسون في الجامعات ويأخذون أنفسهم، فهذه الإعاقات لا تعتبر موانع أو صعوبات للمواصلة الحياة، بل هي أحيانا تعتبر دافع من دوافع الحياة. أعرف الكثير من زملائي الذين غيروا مساراتهم، الذين كانوا امتنعوا عن الدراسة نتيجة ليس امتناع وإنما امتنع بعضهم امتنعوا نتيجة الجبهات ومشاركتهم في الجبهات، فعندما أعيقوا فبدأوا بالتأهيل الدراسي يعني، فالإعاقات والشيء لم تمنع أي شخص من مواصلة حياته، بل هي عكس هذه الإعاقات أنا أعتبر أنها تيسر لأصحابنا وزملائنا الكثير من الأعمال، وأعرف زملائي الذين هم مؤهلين وهم في مبتورين أو معاقين وأشياء زي كذا، واجهوا الكثير من التقبل بالنسبة للمؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية أيضا يعني، فكان لهم التقبل الكثير في هذا الشيء والتقبل، وأيضا رسالتي أيضا للقيادة أنها تساعد على التقبل هذا الشيء، وأنها تؤهل بقية الزملاء هذم تؤهلهم تأهيلا قويا حتى يشاركوا معنا وحتى يزيلوا الهموم هذه وينتقلوا إلى معنوية أعلى ويشاركوا حياتهم مشاركة قوية، وبحيث تكون حياتهم حياة أفضل مما كانت عليها سابقا، لأنه دائما الإنسان عندما يفقد شيء من جسده يعوض الله سبحانه وتعالى صبر وراحة نفسية وشعور دائم يعني عكس ما كان عليه سابقا. أنا يعني كنت شقيا لكن حاليا أصبحت يعني أكثر راحة نفسيا أكثر قناعة أكثر شيء يعني، فالحمد لله.
كل حال. طيب الأخ وديع السفياني، زملائك وأشقائك الأبطال الميامين في هذه اللحظات يسطرون أروع الملاحم البطولية في مختلف جبهات القتال، وهم يذيقون الميليشيا الإنقلابية أقصى الضربات الأليمة والموجعة. ماذا تقول أو رسالتك لإخوانك وأشقائك في جبهات العزة والكرامة؟ طبعا احنا يزورونا من جبهة من زملائنا، يزورونا الكثير، فنوصل لهم الكثير من رسائلنا، وأيضا نوصل رسائلنا لزملائنا الذين يقاتلون في الجبهات، نقول لهم أن تقدمكم هو وفاء لزملائكم الشهداء والمعاقين، وأن أي تأخر أو أي تذمر هو يعتبر يعني خيانة بالنسبة لنا. لكني أشكرهم أنا بمعنوياتهم العالية التي دائما عندما أزورهم للجبهات للمواقع، وأجد أن معنوياتهم عالية جدا، وأيضا حققوا الكثير من الانتصارات، وحققوا الكثير من الانتصارات في معظم الجبهات، في كثير من الجبهات، ميدي منها البيضاء وميدي نهم وكثير من الجبهات، وفي تعز تحققت الكثير من الانتصارات. وأصرهم رسالتي أنهم يظلوا على معنوياتهم العالية الحالية، وأشكر كل شخص يبذل جهده في الجبهة، وأشكر كل زميل من زملائنا يحاول حفظ حق زملائه الشهداء والمعاقين والجرحى بالمناضلة، والاستمرار بالمناضلة، والاستمرار بتحقيق الهدف، والاستمرار بالمعنوية العالية والهمة العالية، حتى دحر الحوثيين، حتى ينتهي الحوثيين الانقلابيين من أرض اليمن بالكامل. وليس العودة إلى كهوفهم، لن نرضى بعودتهم إلى كهوفهم، ليس لهم كهوفا يرحلوا من اليمن بالمرة أو يموتون شهداء. مشاهدين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نتابع وإياكم هذا الاستطلاع التالي ضمن فقرتنا الميدانية شهيد في الذاكرة. مشاهدين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم من جديد ضمن فقرتنا الميدانية شهيد في الذاكرة. نلتقي هنا أحد المواطنين في جامعة إقليم سباء، الأخ سالم علي أحمد الهجاء. الأخ سالم، بمن تأثرت من شهداء الجيش الوطني؟ تأثرت بشخص يعني فقدناه، كان اسمه حاتم الليوي الراشدي من مديرية مأرب، مديرية محافظة مأرب، مديرية الجوبة، قبائل مراد. كان شخصا رائعا جدا، وكان صديقا لي يعني مقدر يعني، وكان إنسان يحمل الصدق وهكذا، والأخلاق الطيبة والعالية، هذا الشخص الذي أتأثرت به بحد الشهداء. طيب لو قدر لك أن تهدي أسرة شهيد من شهداء الجيش الوطني مبلغ مالي، فلمن تهدي هذا المبلغ؟ أهدي هذا للشهيد الله يرحمه حاتم الليوي الراشدي، أنا كان عز وأغلى الأصدقاء، وكان وفيئا جدا رحمه الله تعالى. وهذا السلام رحمه الله وجميع شهداء الجيش الوطني. إذن مشاهدينا الأكارم، كما تحدث الأخ عبد الله عن الشهيد الذي بذل حياته وروحه الطاهرة فداء للدين والعرض والوطن، هذا المبلغ المالي مشاهدينا الأكارم سنحول به إلى أسرة الشهيد، والمقدم من دائرة الرعاية الاجتماعية في الجيش الوطني. ما دمت حيا يا يمن تجري بقلبي كالدم، فأنا ابن أرض الجنتين. مشاهدين الأكارم، في نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا يسعنا إلا أن نكرم الجريح وديع السفياني الذي فقد قدميه اليمنى في إحدى مواقع العزة والكرامة في محافظة تعز، وهو يخوض معارك التحرير ضد الميليشيا الإنقلابية الإيرانية التي أهلكت الحرث والنسل وعبثت بكل شيء جميل. مشاهدين الأكارم، معنا هنا هدية نقدية ومبلغ مالي مقدم من دائرة الرعاية الاجتماعية في الجيش الوطني بوزارة الدفاع كهدية رمزية بسيطة للجريح الأخ وديع السفياني، تفضل. وهنا أيضا مشاهدين الأكارم، معنا سلة غذائية كهدية رمزية بسيطة تقدم أيضا من دائرة الرعاية الاجتماعية في الجيش الوطني ورابطة أسر الشهداء للأخ الجريح وديع السفياني، تفضل أخ وديع. بالنسبة للمبلغ المالي فهذا أصلا
هو مبالغ بسيطة يعني لن يغرين الفلوس ولن تغرين الأموال، وهذه الأموال بالنسبة لنا لا تهمنا، فنحن تركنا أموالنا ومنازلنا وكل ما يلزم نقل هذا الشيء، ومستعدين أن نضحي فيها، ومستعدين أن نعطيها لسبيل الجبهات، ومستعدين أن نفعل كل ما وسعنا، لأننا ما ذهبنا لأجله هو ليس المال وليس هذه الأشياء. نحن أعطينا ومنحنا وخسرنا الكثير من الملايين من أجل قتال الحوثيين، وهذا نشكر من قدم هذا الشيء ونشكره لوفائه، بس فقط هذه وصولها يعتبر شعور يعني أنه في جانب آخر يهتم لأجلنا، فنشكر من يهتم لهذا الشيء، وناشده على الاهتمام في أسر الشهداء وأسر المعاقين، لأنهم بحاجة إلى اهتمام في هذا المجال، رغم أنهم ما قدموه ليس لأجل مال أو لأجل شيء، بل أسر الشهداء تحتاج إلى العناية الكثيرة، لأنهم بعد أن تركوا وما تسعى إليه دائرة الرعاية الاجتماعية في الجيش الوطني مع قيادتها وكوادرها المختلفة. أيوة، ونشكر دائرة الرعاية أيضا لما تقدمه من أجل هذا الشيء ولما تبذله من أجل هذا الشيء، نشكرها شكرا كثيرا لما تقدم من هذا الشيء لأجل الرعاية، رغم أنها حتى الآن يعني هي بادية فترة بسيطة، لكن نشكرهم ونطالب منهم الاستمرار في ذلك والاستمرار في الرعاية والنقل والانتقال إلى مرحلة أيضا جيدة وامتيازة أكثر، ونطلب منهم أكثر مما يمنحوا لأسر الشهداء كونهم من يستحقوا ذلك، وشكرا لكم. مشاهدين الأكارم، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام حلقاتنا لهذا اليوم من برنامج مواقف وبطولات، حتى الملتقى في حلقة جديدة. دمتم ودام الوطن بألف خير وصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.